مساء الخير أحبائي وأعزائي، وكل عام وأنتم بخير. كلام جميل وكلام فوق الرائع من البطريرك الراعي. السطحيون يتظاهرون بالإيمان ولكن قلبهم بعيد عن الله. قال البطريرك الماروني مار بشارق بطرس الراعي بطريرك لبنان: السطحيون يتبجحون بأنهم مؤمنون ويتظاهرون بالإيمان ولكن قلبهم بعيد عن الله. وأضاف عبر صفحته على التواصل الاجتماعي فيسبوك، يقول: والرب يسوع أن فيهم تتم نبوة أشعياء: تسمعون سماعا ولا تفهمون، وتنظرون نظرا ولا تبصرون. هؤلاء أصغوا أذانهم وأغمضوا عيونهم لئلا يفهموا بقلوبهم ويرجعوا فأشفيهم. متى 14:15. كل هذا الكلام كلام جميل وبالفعل يتم، وهنشوف الست الغلبانة اللي خدوا منها ابنها. صباح الخير أحبائي وأعزائي، وكل عام وأنتم بخير. في أول لقاء مع والدي الطفل شنودة، أرجوكم شغلونا خدامين في دار الأيتام علشان نفضل مع ابننا. البكاء والصريخ. الأب: احنا لقينا الطفل جوه الكنيسة وقلنا ربنا عوضنا بيه وعوضه بنا، الله بسامح اللي كان السبب. الأم تبكي كل يوم: أروح دار الأيتام، نفسي أشوفه، مش عارفة حتى لو أشتغل خدامة في الدار. مشهد إنساني يكسر القلوب. الطفل شنودة يودع والديه بيده من خلف نافذة الدار الحديدية. الأسرة تروي كيف عاش شنودة حياته معهما 4 سنوات، وكان يقول: أنا دكتور شنودة فاروق فوزي. الأم شنودة حفظ حروف اللغة العربية بآيات الإنجيل وكان مواظبا بمدارس الأحد. قمنا بإلحاقه بأحد الأندية للتدريب وكان لا ينام إلا في حضننا. مع منع التبني بمصر، كيف يمكن إنقاذ مستقبل الطفل شنودة من الضياع؟ الأسرة دار قام بتغيير ديانة واسم الطفل، اعتبروه مسلما. رصد القصة والحوار الصحفي. الطفل شنودة فاروق فوزي بولس اسم هز قلوب الجميع وسط حملاته بإعادته لأسرته التي تتبناه، ودموع لا تنقطع وسط صرخات: كون رحماء، اتركوا الطفل يعيش في حياة كريمة وآمنة مع أسرته التي احتضنته وأنقذته من الضياع بعد هروب والدته التي تركته داخل الكنيسة خوفا من انكشاف أمرها لحملها السفاح. ولخوفها عليه وضعته بالكنيسة حتى يتربى داخلها، ولذا كانت رحمة الله أن تعثر عليه أسرة باروكة فوزي بولس الذي يعيش في منطقة الشرابية بالقاهرة والذي لم يرزق بنعمة الإنجاب رغم زواجه أكثر من 29 سنة. فاروق وزوجته أمال نظرات للطفل الذي لم يكمل أيام بأنه تعويض الله لهم، فالطفل أصبح دون عائلة ولذا فأصبحنا هم عائلته. وقام بتعميده بكنيستهم، ونظر الكاهن الذي تنيح منذ شهور أن وضع الطفل سيكون أفضل مع هذه العائلة التي قدمت له كل الحب والاحتواء وأصبح جزءا من قلوبهم، وكأنه ولد من رحم الزوجة ليعيش شنودة في سعادة وفرح. فكان الزوج والزوجة يسرعان لتحقيق كل احتياجاته ورعايته والحرص على تربيته داخل الكنيسة، وهم يشكرون الله في كل لحظة لأنه عوضهم بهذا الطفل الذي لم يفارقهما حتى في نومه، فهو لا ينام سوى في حضنهم، بل وأحيانا يضع رأسه على والدته أمالا في حضنهم طوال الوقت، وهو ينطق بأعظم كلمات يسمعها الإنسان وهي: بابا وماما. التقينا في وضعنا هذا الموقع في أول ظهور للزوجين بعد أن قمنا بتفجير هذه القضية لنواصل رحلتنا حول مساعي عودة الطفل شنودة لوالديه.
لتكون أول قاضية، ولكنها تحمل العشرات من القضايا الأخرى مثيلها. وهنا دخل الأب فاروق والدموع في عينيه والهموم تغطي وجهه، وبجوار زوجته النحيفة التي ترتدي ثوب الألم والجروح كأنها تبني في قلبها وهي في صدمة لم تستوعبها حتى الآن، وتحمل صورة ابنها على هاتفها تنزل له طوال الوقت وهي تنطق بكلمات ممزوجة بالدموع: عايزة شنودة حتى لو هروح اشتغل خدامة في دار الأيتام بس يكون قدامي. بداية القصة، جلست الأم أمال وتروي قصتها: لم نرزق بالإنجاب ونشكر الله دائما حتى جاء يوم أثناء تواجدنا بالكنيسة تم العثور على طفل مولود لا يتجاوز أيام، وأخذناه للكاهن وأخبرناه بأننا سنتولى تربيته فهو تعويضا من الله وسوف يكون حياتنا لأننا لا نعلم الإجراءات القانونية. فبكل حسن نية قمنا باستخراج شهادة ميلاد له وأعطيناه لقبنا حتى نستطيع تربيته والحاقه بالمدرسة وحتى لا يعايره أحد بعد ذلك أنه بلا أب أو أم، وعشنا أفضل حياتنا معه. كنا نتسابق لإحضار أفضل الأشياء له ولم نفارقه حتى في سريره، فدائما معا لحظة بلحظة قلوبنا تقفز من الفرحة عندما كنا نسمع كلمة ماما. وتابعت أمال: كنا دائما نذهب للكنيسة ويتعلم الألحان ويفرح عندما يحضر القداس، حتى أنه حفظ الحروف العربية على آيات الإنجيل مثل ألف أنا هم نور العالم، حرف الباء بارك يا نفس الرب، وكان يحفظ أفلام القديسين وعلى القنوات الدينية، حتى أنه كان يطلب مني ومن أبيه فاروق أن نقف ويقوم بتمثيل مشاهد القديسين كما يشاهدها ونحن في فرح كبير وعمره يتزايد يوما وراء الآخر. وخططنا للحاق بأفضل مدارس وأيضا الحاق للتدريب الرياضي على لعبة الكاراتيه. الصدمة وطمع المال، هنا يقاطع الزوج ويصرخ ويضرب بيده على رأسه: الفلوس عامة النفوس، وأقربي طعنوني في قلبي علشان ورثي، ومن بنت أختي بالتحديد اللي راحت بلغت الشرطة إن الطفل مش ابني، ورحت النيابة وحققت بالموضوع ورحنا الطب الشرعي وقلت الرئيس النيابة عايزة يعيش معايا وانا معرفش القانون. انا طلعت له شهادة ميلاد وظل الموضوع حتى شهر فبراير الماضي وتم اخلاء سبيل الحسن النية بالموضوع ولظروفنا الانسانية، لكن كانت الصدمة انهم اخذوا سنودة ووضعوه في دار الايتام. ظل يبكي الاب وهو يتحدث لنا: اضربوني بالنار بس هاتوا ابني شنودة. كان اصعب لحظة وهم بياخدوا شنودة مني علشان موظفين التضامن قالوا ما ينفعش يفضل معايا لانه فاقد اهليته، واي فاقد اهلية هو مسلم بالطبيعة. فاخذوا الطفل وغيروا بياناته واسمه الى يوسف، قلت خلوها معايا وقالوا ما ينفعش يعيش طفل مسلم مع اب مسيحي. طلبت وظللت اصرخ انا وزوجتي شغلونا خدامين عندكم بس نشوفه، الا اخدوه بالقوة وشنودة ظل يصرخ ويقول بابا بابا. ورحت بعدين بعد يومين الدار وطلبت اشوفه، رفضوا وانا واقف وامه معي. خرج من بعيد شنودة يلوح في يده من خلف الشباك وقلبي ينقطع، وهذه اخر مرة اشاهد فيه ابني. وعادت الام وهي تنظر في صورته شنودة نفسيته وحشة، وعرفنا انه كان دائما يقول للاطفال هناك انه اسمه الدكتور شنودة فاروق فوزي، وعلمت من احد الموظفين ان نفسيته سيئة، لذا ذهبنا لوزارة التضامن الاجتماعي وطلبنا ان نقفلوه حتى جوه الدار لكن المهم نشوفه. فكان الرد بالرد لانهم يريدون ان ننسى الطفل، وان بقول لكل الناس شنودة مسيحي وابونا اللي مات كان عارف ده، وانا دقيت على ايده صليب منذ الصغر ولا اعلم اذا قاموا بمسح ام لا، ولكن اذا كنا غلطنا في الاول علشان جهلنا بالقانون فبلاش الطفل يدفع الثمن. حرام شنودة يتحط في دار ايتام ويشوف ايام صعبة بعد ما كان في حضننا. ربنا كان رحوم وعطانا شنودة عوضا عن عدم انجابنا ليه. البشر قلوبهم حجر ومفيش رحمة بهذا الطفل. الملاك اللي مش قادرة اقعد في بيتي من بعده ورحت قعدت في مكان اخر مش قادرة اتصور البيت من غيره، منشدة ورحمة. ونشدت الزوجة في استغاثتنا التي بثها خلال موقعنا المسؤولين والرئيس عبد الفتاح السيسي ان يعيد له ابنها، فالانسانية تغطي على القانون حتى وان قام بكفالته لكنه غير قادر على الحياة دون طالب الرحمة بالطفل ومستقبله، وان لا تتركه مستقبله يضيع بسبب صراع الديانة. كما مسكت الزوجة بطرف الخيط وهي تعيد الذكريات مع طفلها وتروي
لحظات في بيتها من ضحكات ولعب مع طفلها الذي كان لا يفعل شيء إلا وهي معه، وأنه لا يمكن أن يكون القانون قاسي في إعدامها طفل وقلب أم وأب سكن فيها هذا الطفل، مشيرا هي الأفضل له أن يسكن مع أب وأم يقدمون له كل مشاعر الحب وأم، أم يترك لمصير مجهول وهناك مئات الأطفال بالشوارع لا تجد من ينقذها، وهل يكون بسبب القانون؟ كما نشدت المجلس القومي للمرأة ومجلس حقوق الإنسان لدعمهم لعودة ابنهم شنودة دعم مناشدة ومساندة. اشتعلت صفحات التواصل الاجتماعي تساند الطفل شنودة وهي تطالب بإعادته لأسرته وتتساءل أي قانون يقوم بهذه الطريقة أن يخطب طفلا من ولديه ليتم إيداعه في دار أيتام يعاني فيها الكسلون، وكم من أزمات ومشكلات وجرائم وقعت في حق أطفال بعدة ملاجئ للأيتام، وأنه لا يمكن أن يتم تعذيب الطفل بحجة أنه فاقد أهليته وبالتالي يعتبره مسلما، وأكدوا أن القضية إنسانية وليس لها علاقة بالأديان، فالأديان وجدت لأجل الرحمة، فاصنعوا رحمة بهذا الطفل البريء ورحمة بزوج وزوجة يفضلان الموت على العيش دون طفل زرع وسكن في قلبهم. الإنسانية، الطفل شنودة فاروق هو نموذج للحالات المتكررة تحتاج لإعادة فتح هذا الملف نحو تغيير تشريعي يضمن وضع الأطفال حرموا من أسرهم لظروف متعددة ولأجل مستقبل أفضل لمجتمعنا، حتى يكون مصير هؤلاء في الشوارع أو استغلالهم بشكل غير مشرع. فعلينا ننظر لرؤية إنسانية جديدة لهؤلاء تمسح بوجود بيئة أسرية لاحتضانهم وسط قواعد واضحة بعيدا على الحسابات أو صراعات تتداخل فيها عدة أمور تقوم على التمييز. هل هو هذا القانون؟ هل هو ما يطلبه القانون منا؟ لا لا وألف لا. أشكركم أحبائي وأعزائي وأتمنى لكم كل الحب والتوفيق والسلام ورب.